نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. روي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. هذا الحديث يبين لنا أن هناك نوع آخر من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي الثمار والزروع، أو الزروع والثمار، لقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نحن تكلمنا وقلنا في البداية أن هناك 4 أنواع أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة: الأثمان والتي تكلمنا عنها، وعروض التجارة كذلك تكلمنا عنها، وزكاة الأنعام كذلك تكلمنا عنها، وبقي اليوم القسم الرابع من الأنواع التي يجب على الإنسان أن يخرج منها الزكاة، وهي الزروع والثمار. الزروع والثمار اختلف العلماء ما الذي يخرج منها، على أن جمهور العلماء على أن ما يخرج من زكاة الزروع والثمار هو ما كان يدخر ويزان، يعني كالقمح والأرز وغيرها وما يقاس عليها، فهذه من الزروع. وقالوا بالنسبة للثمار وما يكال ويدخر كالتمر والزبيب، هذا فيك تكيله وفيك تخبيه، يستمر معك سنة سنتين شهر شهرين، فتستطيع أن تدخره في بيتك. وقالوا ما عدا ذلك فلا يجب فيه الزكاة، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: لا، بل يجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إذا بلغ النصاب، يعني حتى الأشياء التي يعني الإنسان يزرعها مثل البطاطا والبصل وغيرها من الأمور، والفواكه والمانجا والبطيخ، كل ذلك يخرج منه الزكاة، يخرج منه الزكاة. متى تكون زكاة هذه الأموال؟ قال: إذا بلغت النصاب. إذا بلغت النصاب، شو النصاب؟ النصاب نحن قلنا في الأموال في الذهب وفضة، في عروض التجارة تقاس على الذهب والفضة، في قضية المواشي والأنعام في هناك أعداد للإبل وللبقر وكذا، ما دون ذلك لا تزكى. في الزروع والثمار قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني إذا كان المكيال أقل من 5 أوسق فليس فيه صدقة. شو هو الوسق؟ الوسق هو مكيال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يساوي كل وسق 60 صاع، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد والحفنة في يد الرجل البسيط، يعني لا الكبير ولا الصغير. العلماء قدروا اليوم قالوا 5 أوسق، إذا ما يجي قيس على الصاع ثم المد تحسبها اليوم بالكيلو، بيطلع عندك 653 كيلو تقريبا. هذا يعني بعض العلماء من قدر 5 أوسق ب653 كيلو، فالإنسان إذا خرج عنده محصول 653 كيلو فما فوق ماذا عليه؟ عليه أن يزكي. كم يزكي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فيما سقت السماء العشر، يعني الأشياء اللي بنقول نحن عنا البعلي، أشياء أنت ما احتجت أنك تسقيها، سقتها السماء وأنت لم تحتج إلى أن تسقيها، فهذه كم تخرج منها؟ تخرج منها 10%. طيب متى تخرج هذه الأمور؟ قال: تخرج عند الحصاد، هذه ما تستنى يحول عليها الحول، لا. قال: لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده. يوم اللي بتحصد بتشيل 10% من هذا المحصول الذي حصلته، إن كان 653 كيلو فما فوق. طيب فيما سقي بالساقية، يعني الإنسان عمل له ساقية، أو اليوم في عندك المرشات أو البئر أو كذا، قال: فإذا كان قد سقاه الإنسان بنفسه، أو معظم السقية تكون من خلال الإنسان بالأدوات التي يسقى بها اليوم، قال: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسقيا، يعني إلا أنت ساقي وسقيتها نصف العشر، أنت تخرج قد إيش؟ 5%. فاللي تسقيه أنت
بتشيل 5% وتخرج هذه الزكاة، وفيما سقته السماء تخرج 10%. طيب في مسألة، قال الإنسان لو أراد أن خرجت هذه الثمار وزكيت عنها، أخرجت عنها 10% أو 5% إذا أنا سقيتها، واستمرت عندي هذه المحصولات سنة سنتين 3 سنين، هل أزكي عنها كل عام؟ قال لا، خلص زكيت عنها مرة. الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده فليس فيه حق فيما بعد ذلك لأنك زكيت عنه عندما حصدته. هذا باختصار فيما يتعلق بقضية الزروع والثمار. وقلنا نحن الأولى الإنسان أن يخرج من كل ما أخرجت الأرض ومن كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النتاج من المزروعات والثمار إذا بلغت الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو 5 أوسق. وإذا كان سقته السماء يشيل 10%، سقاه هو يشيل 5% يوم الحصاد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.